عسلامة. عسلامة إن شاء الله رمضانكم مبروك. علينا وعليك بيبيك حذينا عسلامة. عسلامة نبيه نبيه سنتي صحة شريبتك. صح. شنو تقربوا لبعضكم أنتم؟ بعدها يا أخويا أخويا الكبير إن شاء الله ربي يفضله لك. هابتشين تعملوا في دورة أبارامون؟ نعملوا دورة وميم طون انا نسقات وندبروا في روسنا نبيعوا في المشموم ان شاء الله ربي يعينكم. قد عندك تبيع في المشموم؟ عم ناول وسنه. عم ناول وسنه ان شاء الله ربي يعينك يا ربي يجيب لك القسم. ايه انا ندبروا ندوروا منا نعملوا في دوره منها نخدموا على رواحنا فهمتني. هكايش هو اخوك الوحيد؟ لا عندي اخوات اخرين. لما انت يا باغامون ليه فيف لكدا؟ ليه بي تحب اخوك؟ ان شاء الله ربي يخليهولك. نحكيو شويه على الظروف الاجتماعيه، كيفاش ظروفكم؟ والله الظروف الاجتماعيه اختي نعيش انا وياه راس على راس باهي ومش مع ياسين لان هو معناها. شنو الاسباب اللي خليتك ما تعرسش؟ لهوتك بخوك؟ هذه اول حاجه تولي بخويا ومومتون صعب شويه فهمتني، صعب شويه البلاد وقت تشوف فيها كيفاه فهمتني. والله وش نقول لك معناها حتى في الخدمه مور الخدمه انا نخدم توا عندي من 2020 ثلاث سنين 2020 حتى توا نخدم ومانيش قاعد نخلص فهمتني. فاش تخدم؟ والله نخدم مع فاميليا ايطاليانيه فهمتني. شنو وظيفتك بالضبط؟ عندي متولي لهم بدارهم. هم مقيمين بالخارج وانت ليه بالدار هوني فارغه؟ اجانا مقيمين في تونس. وكانوا يخدموا في تونس وبريود الكورونا معناها راحوا فهمني كيفاه اتقطعت اخبارهم جمله معناها ما لقيتش الدار خلوها لي وما عادش يخلصوا لي معناها فهمتني. وواقف راني نستنى فيها توا ثلاث سنين وانا نستنى فيها. مشيت معناها مشيت لسفاره ايطاليا مشيت للحدود والجانب سالت عليهم فهمتني مشيت للمحامي نتاعي وسالت عليهم فما حتى خبر عليهم فهمني. و معناها المكثرية اللي هما توفيوا فك البريود تاع كورونا من الاول في ايطاليا. في ايطاليا يا روح. دار فارغة توا شكون فيها؟ انا ساكنة فيها الدار. انت ساكن فيها مي قانونيا مش نتاعك بالطبيعة. قانونيا نتاعهم هما معناها فهمتني. ما صاركش قلق هكا ولا حاجة من طرف عائلتهم في ايطاليا ولا حاجة؟ ما عندهمش عائلية ما عندهمش شكون معناها ما عندهمش معناها شكون اللي ينوبهم ولا حاجة فهمتني. ما تعرضتوا لحتى قلق؟ لا ما تعرضنا لحتى قلق. الاستقلاق الوحيد معناها اللي انا معناها اوبليجا عليا نبقى فيها الدار وميم طون ماهيش خلصوا فيا فهمتني. قالك هذاك رزق بعثه لك ربي. والله رزق ولا رزق الماليه معناها فهمتني. انا نخدم على روحي معناها يخلصوا فيا بالشهر وكل شيء وهي معناها ترجع الحق المولاه معناها فهمتني. هذاك علاش قلت لي توا عندك معناها فتره نكونوا متاع عامين هكاك تخدم اما ما تخلص. ثلاث سنين. تخدم وما تخلصش. خاطر هما غايبين وما تعرفش عليهم حتى شيء. رقم هاتف لا حتى شيء ما تحصلش عليه. ما تحصلش عليه مفقودين عبارة من 2010 ثلاث سنين تو ديجا. يعني هما مستانسين يعيشوا في تونس مشاو رجعوا لايطاليا على اساس زياره ما رجعوش من وقتها. من وقتها مفقودين. من وقتها مفقودين. بقيت انا في اشكاليه معناها. انت هذيك مسؤوليه ما خوها ما تنجمش تبعد على الدار و... مسؤوليه معناها نمشي انا من الدار كان سير حاجه معناها كاقل كاف الدار بشنو لي انا مطلوب فهمني. وميم طون هما معناها ما لوجوش ما عرفش الله اعلم موتا حيين الله اعلم. ممكن ما تعرفش والله ما نعرفش ما لقيتش والله ماذا بيا انا اي واحد اي معناها اي معناها سلطه ولا اي صلت معناها بالامور هذيك كان فما معناها بوسيبيليتي معناها يعاونوني لو جو عليها مذومة فهمتني كيفاه. ما تعرفش عليها ما تعرفش على الصدف معناها. شنو المساج اللي تنجم تقدمه لهم معناها كان حيين ويتفرجوا فيك بيان سور كان يفهموا بالعربي. نقول له يا مسيو موريس هو اسمه نقول له بالله اجا لدارك باهي وراني معناها راك ورطني انا توا واحد معاك معناها يا اجا لدارك وشوف امورك وخلي واحد كل واحد يشوف اموره فهمتني كيفاش. حسيت روحك بقات مسؤوليه في رقبتك معناها الدار وما تنجمش تخليها. ما نجمش نخرج منها فهمتني خاطر مسؤوليه ومهم توا مش قاعدين يخلصوا فيا معناها. مش ولاد ولا اقارب انت تعرفهم معناها كوبل عايشين وحدهم. كوبل عايشين وحدهم كبار في العمر ولا؟ شوي في العمر
برشا في العمر فهمتني. وراني نستنى والله ما نعرفش ليه الحل معناها. سينو مسيو قلت لي عندك ميساج تحب توصله، حابين نخليوه الاخر في اخر الانترفيو. قلنا شنو هو الميساج نتاعك؟ انا بالله نحب نوصل ميساج ابروبو خويا هذا السي قيس سعيد سيد الرئيس هذا البشر هذا اللي قابلته نهار 1 جويلية 2021، اللي هو اخوك هذا اللي هو خويا قابلته انا وياه نهار 1 جويلية 2021 قدام وزاره الداخليه، وديجا الفيديو سيكونس فيديو اللي صوروك مبطى ديجا على الباج تاع الرئيس. انت وقتها وقت وقلت لك راهو خويا مريض ومسحق دواء وكل شيء، وقلت له قلت له باش نقف معاك وخليت من رويا كل شيء، وقلت يجيب له الاوراق وكل شيء، ومشيت لك وباش يكون في بالك يا سيد الرئيس راني جيت لك للقصر اكثر من 20 مرة، وراني توقفت هزوني راني جاتني دوريه مركز كارتاج رام هزونا من قدام القصر ورام سمعونا الكلام في الحرس الرئاسي في الباب رام سمعونا الكلام فهمتني، ورام طلبونا الدوريه نتاع مركز كارتاج مرتين يهزونا يوقفونا في المركز فهمتني، ورانا خسرنا. انت قلت لي باش نعاونوك، قلت لي باش نعاونكم، راك رانا طلعنا خاسرين معناها، رانا خسرنا ركوبات وراق وطلبوا عليا برشا اوراق وكل شيء ورام عملونا شيء نمني جا ربي اخزروا له بين الرحمه هذا راه مريض ما عنده حد شيء ما عنده حد. هو مقعد معناها من منذ الولاده منذ الولاده وقعد تو يداوي عنده في 3 سبيطارات. شنو المرض نتاعو؟ عصا يمشي تو عنده يداوي في سبيطار الرازي ويداوي في سبيطار القصاب ويداوي في سبيطار شرنيكور. ان شاء الله ربي يشفيه يا ربي. عايشك. لو كان معناها سيد رئيس الجمهورية أو السلطات المعنية بالأمر تنجم تشاهدك، شنو تحب تقولهم؟ السلطات نقول لهم بالله أعطوه حقه وبرك، ما تحطوش الزيد، أعطوه حقه. في بطاقة إعاقة بقيت نستنى فيها عام ونص، تصور أنت بطاقة معاق. أنت تلقيت وعود. وعود مزيفة معناها. أنا هاكا ديجا كان ترجع أنت للسيكونس اللي مصورها قدام الداخلية. وتسمع ديجا وانت مصورها ومسجله صوت وصوره معناها، وشوف روحك انت شنو وعدته، وعدته وقلت له راه باش نعاونك وفي امور دواك وامورك واضحه. يا اخي كي مشينا كي جينا للقصر راهم معناها ما فرحوش بينا، راهم شدوا لي ساعه الاوراق المهم اللي يرموا لي الاوراق وطلبوا لي الدوريه نتاع كارتاج، هزونا توقفنا مرتين في مركز في المنطقه نتاع كارتاج فهمني، وسمعونا الكلام في الرئاسة فهمني. ومعناها انت يا سيد الرئيس لو كان جاء رئيس اخر انا ما نمشيلوش، انا جيت خاطرك انت، انا جيت مادام خاطرك انت معناها في القصر، كان جاء واحد اخر في القصر ما نجيش فهمني. وانا وعد الحرية دين كما يقولوا فيها، انت وعدتوا باش تعاونوا بالله يعاونوا في مرض واك اهو. ان شاء الله ربي يشفيه يا ربي، وان شاء الله صوتك يوصل معنا. الله يشفيك. شكرا. Thank you.